في ناس كتير بتشتكي من طقطقة ووجع في مفصل الكتف وخاصة أثناء التمرين، ففيديو النهاردة هنعرف ايه سبب الوجع والطقطقة في مفصل الكتف وازاي نعالجهم. السلام عليكم، انا احمد هيكل دكتور علاج طبيعي، برحب بكم في فيديو جديد من فيديوهات سوبر هيلث. هنتكلم النهاردة عن ايه سبب الوجع والطقطقة في مفصل الكتف وايه التمارين اللي نعملها عشان نحل المشكلة دي. طقطقة الكتف او اي مفصل عموما بيكون سببها ضعف العضلات اللي حوالين المفصل، فبتبقى مش مثبتة المفصل كويس، فمع الحركة بتظهر الطقطقة. وحل المشكلة دي ان احنا نقوي العضلات اللي حوالين المفصل. فاغلبنا في الجيم بيهتم بتقوية العضلة الثلاثية او عضلة الدولتويد، وبيهمل تقوية عضلات الروتيتور كف. العضلات دي هي اللي بتثبت الكتف في مكانه، اتجاه الحركة بتاعتها كده، هي عضلة قدام وعضلتين من ورا بيشدوا الكتف كده في الاتجاه ده، فما بتيجي ترفع هما بيثبتوا كتفك. فاغلبنا في الجيم بيهتم بتقوية العضلة دي، العضلة الدولتويد او العضلة الثلاثية، وبيهمل تقوية عضلات الروتيتور كف، فعشان كده مع الحركة بتظهر الطقطقة لو العضلات دي ضعيفة. الوجع سببه هو التهاب وتر السوبراسباينيتس اللي اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، وقلنا ايه التمارين اللي المفروض نتجنبها في الجيم عشان نحافظ على الوتر دون ما يحصلوش التهابات. فاول ما يحصل لك اصابه تعمل ايه؟ اول حاجه لازم توقف التمرين وتحط تلج على كتفك. التلج يتحط 10 دقائق كل 3 ساعات لمده يومين او 3 ايام، والتلج ما يتحطش مباشره على الجلد، لازم تحط قماشه تحتيه. بعد كده هتعمل التمرين دون، تسيب دراعك في الجاذبيه هي اللي تحركه، تعمل التمرين دون دقيقة مثلا كده. طب لو الوجع بقاله معاك اسبوعين او اكتر، يبقى تعمل كمادات مياه سخنة مش تلج. وبعد الكمادات المياه السخنة هتعمل مساج للعضلة لوتر عضلة السوبراسباينيتس، تحط صابع فوق صابع بالشكل ده وتعمل مساج في المنطقة دي كده. المساج ده بيبقى عمودي على الوتر، الوتر بيبقى جاي من ورا هنا ونازل كده، فانت هتعمل المساج عمودي عليه. هو مؤلم شويه بس هيفك بعد كده. التمرين دون هتضغط بايدك على السرير او على اي حاجه عاليه، وتفضل ضاغط على ايدك وتنزل وترجع لورا كده، وتفرد دراعك للاخر وتطلع تاني وانت ضاغط ايدك ضغطه هنا على السرير على طول، سواء انت طالع او انت نازل، افرد لحد الاخر واطلع تاني. التمرين دون اسمه موليجان تكنيك، هدفه ان انا اجيب رينج في المفصل لحد الاخر من غير ما يبقى فيه وجع. بعد كده هتعمل تقويه العضلات اللي حوالين مفصل الكتف، هم 4 تمارين اسمهم كولز اكسرسايز. اول واحد هتنام على جنبك السليم وتعمل دراعك كده وتنزل للاخر وتطلع، هتعمل التمرين دون 10 عدات 3 مجموعات. لو التمرين ده فيه الم ممكن في البدايه تعمله ثبات بس بالطريقه دي، وتثبت 15 ثانية 3 مرات. التمرين التاني هتفرد كوعك خالص وتطلع بدراعك لحد 90 درجة كده وترجع تاني، هتعمل التمرين ده 10 عدات 3 مجموعات. التمرين التالت هتنام على وشك وترفع دراعك بالشكل ده لحد مستوى جسمك، هتعمل برضو التمرين ده 10 عدات 3 مجموعات. التمرين الرابع هترفع بالجنب كده وتطلع وتنزل. ال4 تمارين دول في الاول تعملهم من غير وزن خالص او بوزن خفيف. بعد ما تخلص ال4 تمارين دول هتعمل التمرين ده، هترفع دراعك لقدام على شكل حرف V وتطلع وتنزل كده. لو التمرين ده فيه وجع ومش هتعرف تعمله ممكن تأجله شوية. بعد كده هنعمل بروبريسبشن اكسرسايز، يعني تمارين بتخليك حاسس بكل حركة في المفصل. ممكن يتعمل بكرة صغيرة عادي وتخلي وشك للكرة وتضغط بالكرة، تضغط على الكرة بإيدك وتعمل حركة دائرية مع وعكس عقارب الساعة. هتمشي على التمارين دي فترة لحد ما الوجع يروح خالص، وبعد كده تبدأ تنزل تمارس الرياضة بتاعتك. أتمنى لكم صحة كويسة. لو عجبكم الموضوع ياريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ولو حد عايز يستفسر عن حاجة يكتبها في كومنت. شكرا لكم والسلام عليكم.